مساء الخير يا جماعة، المفروض النهاردة إن شاء الله كلامنا هيكون عن إزاي نعمل ميتينج إفكتيف أو نعمل ميتينج نقدر نطلع منه باستفادة. مينفعش إن أنت تواجه مشاكل بتاعة الميتينجز اللي يعني مفيش حصر ليها. أولها إن أنت تخش ميتينج أنت مش عارف أنت داخل ميتينج ليه، مرورا بإن أنت تخش ميتينج مش عارف الناس بتتكلم عن إيه ودورك إيه، وانت بتضيع وقت وفي الاخر رحت الميتنج خلاص احنا قعدنا اتكلمنا شويه ومشينا. في مشاكل كتير جدا بتقابل الناس في موضوع الميتنج، يعني لما اي حد مثلا يقول لك انا عايز اعمل ميتنج بتقول له اوكي تمام نعمل ميتنج مفيش اي مشكله، لكن طيب الميتنج الايه او الميتنجز بوينت ايه او ايه النقط بتاعت الميتنج؟ مفيش، هو احنا عايزين نعمل ميتنج، انا يعني في حاجه جت في بالي وعايزين نعملها، فهو انا كده عايز اعمل ميتنج. فده ده مش صح خالص، ودي من الحاجات اللي فيها مشاكل كتير قوي، وبتلاقي نفسك مع الوقت تقريبا كل يوم او كل يومين بتضيع وقت في ميتينجز انت مش عارف سببها ايه وما بتاخدش عليها اي حاجه. بل بالعكس، انت ممكن تلاقي نفسك بتاخد تاسكز او بتوجه لك كلمتين في الميتينج، الكلمتين دول اتبنى عليهم حاجات كتير قوي وانت اوريدي ولا خدت ده في نوتس ولا انت خدت بيه ديدلاين ولا انت عرفت هتكو هوست مع مين او هتفولو اب مع مين في الحته دي ولا اي حاجه. كل الموضوع ليه علاقه بس بان انت حضرت ميتنج تمام، او احنا في الميتنج اللي فات قلنا مش عارف ايه وخلاص على كده. في حاجات اساسيه وفي حاجات مهمه قوي لازم نبقى مخلين بالنا منها ونبقى عارفين ان الحاجات دي من الحاجات المهمه اللي ما ينفعش ان انا اكون عامل ميتنج او انا شغال في ميتنج او عندي ميتنج وفي نفس الوقت انا الميتنج بالنسبه لي في مشكله كبيره وان انا مش عارف اطلع بحاجه من الميتنج ده، او انا مش شايف ان الميتنج ده مفيد ومش عارف اطلع منه. فدي دي مشكله. طب المفروض حلها ايه؟ حلها نقط اساسيه ومعايير معينه بنعملها علشان نخلي بالنا من الميتنج نفسه ونبقى فاهمين الميتنج ده لإيه، أو الميتنج أصلا معمول لإيه، وهل الميتنج ده أصلا ليه فايدة ولا ممكن الحاجات بتاعت الميتنج دي تبقى أصلا محطوطة في مين بوينت كده إحنا نقدر نشتغل عليها. فلازم الحاجات دي تبقى أنت واخد بالك منها وعارفها وعارف إن أنت داخل الميتنج عشان تعمل حاجة معينة، او انت هتتكلم في الميتنج ده عن نقطه معينه انت المفروض شغال عليها. انما ما تبقاش داخل الميتنج وانت مش عارف الميتنج ده اصلا بيتكلم عن ايه، او انت المفروض في الميتنج ده الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي، او المفروض ان انت هتعمل في ايه. تمام. طيب لازما قبل ما تبتدي في الميتنج اول حاجه لازم تبقى انت محددها وعارفها هي الجزء اللي ليه علاقه بالميتنج اوبجكتيفز. الميتنج اوبجكتيفز اللي هي ايه؟ ايه الاوبجكتيف بتاعت الميتنج؟ احنا دلوقتي عايزين نعمل ميتنج، طيب ايه الاهداف اللي هنبني عليها الميتنج ده؟ هل في هدف محدد احنا عايزين؟ طب الاهداف دي ممكن تكون لحل مشكله معينه، حل مشكله في الشغل نفسه، تمام؟ حل مشكله في الشغل. ولما بنتكلم عن الميتنج هنا احنا بنتكلم بشكل طبيعي عن البيزنس، احنا كده بنتكلم از بيزنس، مش بنتكلم ميتنج بقى اي حاجه تانيه، احنا بنتكلم يعني 100% از بيزنس. انا دلوقتي يلا عايزين نعمل ميتنج عشان نحل مشكله مثلا ان الويب سايت مثلا في مشاكل او في مشاكل في اليو اي او اليو اكس، او في مشاكل في عمليه البيع، في مشاكل في عمليه التوزيع، في مشكله في الاوبريشن وما الى ذلك. تمام. فلازم يكون في اوبجكتيف عندنا في الميتنجز، في حاجات ميتنجز ستاندر وميتنج المفروض ان هي بتبقى بنقول عليها كده اللي هو ايه، ميتنج ايشوز او ميتنج او ديفرنت ميتنج او حاجه، بيبقى ميتنجز اساسيه زي بالظبط كده الاجتماعات الاسبوعيه. تمام. الاجتماعات الاسبوعيه يعني ايه الاجتماعات الاسبوعيه؟ احنا اوريدي عندنا ميتنج كل شهر، الميتنج ده بنتقابل فيه علشان نتابع مجريات العمل، علشان نعمل حاجه اساسيه نبتدي نشتغل عليها، او علشان نحدد اهداف معينه. فلازم يبقى احنا عندنا ميتنج اوبجكتيف، عندنا اوبجكتيف معينه حاطين للميتنج ده هدف معين ان احنا نطلع بالمشاكل اللي مرت على مدار الشهر ونطلع بحلول ليها. اوريدي انا عندي ميتنجز معينه بتتعمل كل شهر عشان المشاكل اللي حصلت طول الشهر نحلها.
وعندي كمان اجتماعات تانية هي different meeting أو اجتماعات مختلفة. تمام، اجتماعات اجتماعات مختلفة. تمام، طيب الاجتماعات المختلفة دي المفروض إن هي إيه بالظبط أو إحنا بنتكلم فيها فين؟ بنبقى على حسب الكيس اللي حصلت، على حسب الكيس اللي حصلت. يعني مثلا إحنا دلوقتي شغالين عادي جدا مثلا از السوشيال ميديا مثلا كونتنت، وبنعمل بوبلشنج لحاجات معينة مع مثلا السكشن بتاع الكوميونتي أو أي قسم مختلف، وحصل مشكله في بوست معين او في مثلا نيجاتيف مثلا فيدباك من العملاء على الايه على الـ على السوشيال ميديا عندنا. فهنا في ايشو معينه، في حاجه اساسيه او حاجه ايرجنت حصلت. في الايرجنت دي بنعمل اجتماع مختلف، الاجتماع ده بيكون عاجل وبيضم اطراف اساسيه عشان نحل المشكله الايه المستعجله. تمام، ونبتدي نحط لها حلول وما الى ذلك. طيب احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان انت قبل ما تخش ميتنج لازم يكون ميتنج ليه اوبجيكتيف معين، والاوبجيكتيف ده متحدد ومدروس، وعارفين ان احنا هنشتغل ازاي على الميتنج ده، وايه الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجين نحطها في الميتنج. انا عندي ميتنج، فالمفروض ان انا حاطط لي اوبجيكتيف، والاوبجيكتيف دي المفروض في حد هو مسؤول عن انه يحل المشكله دي او ان هو يكون قائد المشكله دي. طيب كمان في الميتنج لازم يكون في اساس. تمام، اساس ايه اللي هو ايه؟ شخص، ده شخص اساسي اللي هو المنوط بالمشكله او الاشخاص نفسهم. يكون كمان في موضوع. تمام، يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا دلوقتي عندي مشكله معينه. تمام، المشكله دي المفروض ان المسؤول عنها المسؤول عنها مثلا محمد. تمام، طب يا محمد انت دلوقتي مسؤول عن المشكله دي، فانت لازم تبقى حاضر في الميتنج، مش هنعمل ميتنج وصاحب المشكله مش موجود، فما ينفعش. لازم في الميتنج في الاوبجكتيف بتاعته ان يكون حاضر الشخص نفسه والموضوع اللي هنتكلم فيه. مش احنا هنعمل ميتنج اوريدي، احنا كل اسبوع بنعمل ميتنج وخلاص، او احنا كل شهر بنعمل ميتنج وخلاص، او احنا كل فتره بنعمل ميتنج وخلاص. هو لازم يكون في اوبجكتيف معينه احنا حاطينها، وبناء على الاوبجكتيف دي نبقى احنا حاطين البيزك بتاعتنا وماشيين عليه. والميتنجز في الاوبجكتيف بنقول ان هي اجتماعات عاديه او روتين ميتنجز، او ان احنا بنتكلم على اجتماعات مختلفه او استراتيجيك ميتنجز، بحيث ان احنا في الايه في الاستراتيجيك ميتنج ده يبقى احنا حاطين اساسيات بنبتدي ان احنا ايه نشتغل عليها وماشيين بيها. انما ما ينفعش ان احنا نبقى حاطين ميتنج من غير اوبجكتيف. تمام، فدي دي النقطه المهم جدا، واللي لو انا جيت ادخل ميتنج والمدير بتاعي او زميلي او اي حد قال لي يلا نقعد ميتنج وقال لي، فبقول له ايه الاوبجكتيف ده، مش معناها ان هو انا بعلي عليه او ان انا بقول له حاجه غريبه او ان انا بتكلم معاه في مين بوينت مش اساسيه. لا، انت قول لي الاوبجكتيف ايه عشان لما ادخل الميتنج لازم انا اعرف اتناقش معاك. تمام، يعني هنا الهدف لازم يكون واضح. تمام، الهدف يكون واضح. انا احنا مش داخلين علشان نتكلم في موضوع الويب سايت اللي فيه مشكله، لا احنا او داخلين عشان نحل مشكله الويب سايت. طب ايه بقى مشكله الويب سايت؟ تمام، فلازم نكون داخلين عشان نحل مشكله اليو اي واليو اكس بتاعت الويب سايت. ممكن تكون مشاكل برمجيه وبتوع البرمجه مش موجودين، ممكن تكون مشاكل ليها علاقه بالسيرفر وبتوع السيرفرز مش موجودين. والله احنا داخلين مشكله عشان المنتج الفلاني في او عندي مثلا النوتس اللي احنا انتجناها والمفروض بنصدرها، فعندنا مشكله في الجمارك، فاحنا عايدين عشان نشوف حل مشكله البضاعه اللي موجوده في الجمارك مش عارفه تطلع. تمام، في هنا في وضوح. تمام، طيب لازم يكون داخل الاوبجكتيف بتاعتي تمام امور ليها علاقه بالعصف الذهني نفسه. تمام، العصف الذهني يعني انا دلوقتي المفروض لما يبقى في عندي اوبجكتيف محدده، مع انا ابقى داخل الميتنج عارف مين الناس اللي هقعد افكر معاها في حل المشكله. انما احنا قاعدين مثلا او داخلين الميتنج واللي داخل الميتنج ناس اوريدي ما فيش حد منهم متخذ قرار، يعني ما فيش حد منهم ليه قرار. احنا هنقعد نفكر، طب والقرار في الاخر، طب ما القرار هيكون مش من خلالي. تمام، الا لو في حد مسؤول ان هو هيرفع القرارات دي ليه او هيرفع
الاقتراحات دي لصاحب القرار، هيرفع الاقتراحات دي لصاحب القرار. فمن الحاجات المهمه واحنا شغالين على الاوبجكتيف او واحنا بنحط الميتنج ان نكون بساط جدا جدا، تمام، في كلمتين نقدر نقول الميتنج ده معمول عشان نحل مشكله اليو اي واليو اكس بتاعت الايه الميتنج، اليو اي واليو اكس مثلا بتاعت الميتنج، وخلاص على كده. بس ان انا بقى ما اقعدش اقول ان احنا داخلين بشكل عام ومش محددين الايه الاوبجكتيف بتاعتنا والقصص دي كلها. طيب بعد كده المفروض بنشتغل على ايه، او الجزء التاني المفروض نشتغل عليه، نشتغل على الكالندر بتاعت الايه الميتنج، تمام. لازم نشتغل بعد كده على الكالندر. الكالندر اللي هو ايه، انا دلوقتي عندي اساسيات معينه او الاجنده بتاعتي، عندي الاجنده المفروض في اجنده انا بحطها علشان ايه اتعامل عليها. طيب الاجنده دي المفروض وانا شغال عليها المفروض اكون حاطط فيها كل الجدول بتاع الميتنج. الميتنج مثلا المفروض ان هو هيبتدي من واحده، تمام، لحد اتنين، خلاص انا حددت الميتنج. ومن الحاجات الاساسيه قوي قوي في الكالندر واللي في ناس كتير مش بتبقى عامله حسابها، ان هو بيحط الاساس بتاع الميتنج بدايه، خلاص احنا عارفين الميتنج الساعه واحده عشان الناس تحضر. طيب المفروض بقى الميتنج ينتهي امتى؟ لا، لو مفيش ميعاد محدد في الكليندر بتاعت الايفنت ان هو هينتهي امتى، اعرف ان احنا نقعد نحكي الى ما لا نهايه. فنقعد بقى نتناقش بقى، يعني نتناقش بقى، نقعد نتكلم بقى كتير ونشتغل على امور كتير جدا جدا، وفي نفس الوقت احنا مش حاطين ابعاد. ممكن الميتنج المفروض ما ياخدش نص ساعه، واحنا حاطين واحنا ما حطيناش وقت، فاوريدي احنا قعدنا ساعتين ثلاثه، قعدنا من الساعه 1 لحد الساعه 3 وبنحكي بقى ومش عارف مين راح فين ومين جه فين، وتلاقينا ايه بنتكلم عن حاجات كلها بعيده كل البعد عن الموضوع نفسه. فلازم يكون في اصلا ميتنج كلندر تكون محطوطه في ملزمه بالوقت، تمام. وكمان الانفيتيشن بتاع الناس، مين المفروض الناس اللي هتكون حاضره بالاسماء، تمام. كمان غير الوقت لازم يكون في الديت نفسه، تمام، لازم يكون في الديت، تمام، اللي هو مين هيبقى امتى، والله ده النهارده بكره مش عارف ايه. حاجه كمان، لو انا دلوقتي بعمل ميتنجز مثلا مع ناس في كندا، تمام، فكندا مثلا، فانا المفروض بتوقيت مين؟ فانا دلوقتي مثلا كتبنا من واحده لاثنين، طب واحده لاثنين بتوقيت مين؟ لو انت بقى بتتعامل مع ناس من بره مصر، فهيبقى هتلاقيهم على فكره بيدوك الارم كده الميتنج اي ام ولا بي ام، وهتلاقي نفسك انت ما بتحطش الحاجات دي. احنا خلاص احنا الميتنج الساعه 1، طب هتلاقيه بقى بيقول لك ايه اي ام ولا بي ام وبتوقيت مين. هتلاقي نفسك لو انت في اول مره بتتعامل مع شركات بره، هتلاقي نفسك بتسقط الموضوع ده، تمام. فانت لازم تحط هنا اي ام، تمام، اور بي ام، تمام، وكمان هتحط ايه السيتي، تمام، هتحط ايه السيتي، تمام. المفروض ده بتوقيت مين، او ده بتوقيتنا بمكاننا ولا مكانكم، ولا اقول لك بتوقيت المقاطعه بتاعتنا والمقاطعه بتاعتكم ولا ايه، تمام. فانت من الحاجات المهمه جدا لازم يكون في جدول في الوقت وفي التاريخ، وكمان بعد كده في كمان الاشخاص نفسهم، تمام، مين الناس المفروض ان هم هيحضروا في الميتنج دول بالاسماء والبوزيشن، تمام. انت لازم تحط بوزيشن، تمام، وكمان تحط ان ايه البيبلز نفسهم او الناس نفسها اللي هتحضر معاك، مين الناس اللي هتحضر معاك، تمام. فدي من الحاجات المهمه قوي اللي لازم تبقى حاضره معاك في الكلندر. والله اللي هيحضر الميتنج ده السي اي او مثلا بتاع الشركه دي ومدير المشتريات، والمفروض هيقعدوا من الساعه 1 للساعه 2 بي ام بتوقيت مصر او توقيت الامارات او ايا كان يوم كذا، خلاص انت عملت الكلندر بشكل مظبوط. انما الكلندر بقى ما ينفعش ان هو احنا خلاص هنتقابل الساعه كذا وخلاص، طب مين اللي هيحضر؟ طب المفروض اللي هيحضر ده مين بالظبط والبوزيشن بتاعه ايه؟ والبوزيشن ده بيفرق جدا لانه بيخليك واخد باك جراوند عن انا بتكلم حد بليفل مانجيريال ايه عشان اقدر ان انا اخد معاه ديسيشن، اقدر اخد معاه قرار. المفروض في اهداف معينه انا داخلها وانا حاططها، بقى انا عارف الراجل اللي بيتكلم معايا ده هل هيقدر يديني اللي انا محتاجه ولا لا؟ هل لو انا جيت قلت له ان انا مثلا محتاج اوفر او محتاج خصم او محتاج شحن هيقدر يديني الامور دي ولا لا؟ ف يعني لازم تكون انت عارف الامور دي وحددها حطيتها في حسبانك، ولازم تكون
لازم تكون حاطط حاجة تانية ميتينج، تمام، في نفس اليوم، تمام، توداي مثلا، غلط، تمام. الميتينج اللي هو يعني في نفس اليوم ده غلط خالص. يعني ايه ميتينج في نفس اليوم؟ يعني ما ينفعش ان انا ابتدي احط كلندر للميتينج في نفس اليوم. لا، هو ما ينفعش حد يجي يقول لي يلا النهارده في ميتينج، ما ينفعش، لازم يكون في قبلها بيوم، قبلها ماكسيمم معاك من اسبوع لحد قبلها بيوم او 24 ساعه، لان ده هيأثر بشكل كبير قوي قوي على ان انت بتحط الـ اليوم بتاعك في تشتت كبير جدا جدا. حاجه كمان، لازم تكون انت محضر قبل الميتنج بالايه الاوبجكتيف اللي انا هطلع منها بالميتنج ومين اللي هيحضر، ولازم يكون فاهم الكلام ده كله. انما ما ينفعش يلا احنا النهارده عندنا ميتنج اخر النهار، ما ينفعش، تمام. حتى لو ايا كان، ممكن لو ايرجنت ميتنج وفي حاجه مستعجله جدا وقادرين ولازم ناخد فيها قرار بسرعه، وقف استيراد بقى عمله الكلام ده، ممكن يفرق معايا. انما ما ينفعش يبقى ميتنج ديل مثلا او ميتنج عادي ويلا بينا احنا هنعمل ميتنج، تمام. فما ينفعش، ان انت تيجي تقول انا يلا هنعمل ميتنج، فانت المفروض ان انت يلا بينا احنا هنعمل ميتنج على طول. لا، ده ما ينفعش. فمن الحاجات المهمه ان انت ما ينفعش تقول ان انا هعمل ميتنج ويلا انا حطيت في الاجنده المفروض ان انا هشتغل على ده، واحنا حطينا الميتنج واحنا هنشتغل كده، تمام. فمن الحاجات المهمه قوي قوي ان انت تخلي بالك من مده الميتنج نفسها، تمام، وان عدد الاشخاص مين اللي هيكونوا موجودين، ولازم يكون في كمان في في الميتنج لازم بنعمل حاجه اسمها مينتس اوف ميتنج، تمام. مينتس اوف ميتنج دي بتتعمل او بوينتس اوف ميتنج، بوينتس اوف ميتنج دي من الحاجات المهمه قوي اللي احنا لازم نشتغل عليها قبل الميتنج. ايه النقط بقى اللي هنتكلم فيها؟ احنا خلاص هنتكلم عن مثلا ان الويب سايت في مشكله في اليو اي واليو اكس، فهنقعد مع مين؟ والله المفروض هنقعد مع الديزاينر، وهنقعد مع الاونر اوف بروجكتس، صاحب البروجكت نفسه، ومع الايه السيلز او الماركتنج مانجر او ايا كان. دي الناس اللي هتحضر. هنقعد من الساعه 1 للساعه 2 مثلا بتوقيت مصر، والمفروض خلاص احنا عرفنا ان ده الماركت مانجر وده اليو اي واليو اكس ديزاينر وده الاونر، خلاص عرفنا مين، وعرفنا كمان ان ايه مش هينفع نحدد الميتنج يكون في نفس اليوم. دي مين بوينت ايه خدناها كده على جنب. والمفروض ان احنا اشتغلنا على ان احنا حطينا مين بوينت او بوينتس اوف ميتنج. طب البوينتس اوف ميتنج دي المفروض ان هي بتتكلم في ايه؟ المفروض ان احنا واحد هنتكلم مثلا عن الديزاين، تمام؟ اتنين مثلا المفروض ان احنا هنتكلم عن مثلا البودجت، تمام؟ المفروض مثلا ان احنا تلاتة هنتكلم مثلا عن مثلا الايديت، تمام؟ ايه الايديت المفروض يحصل؟ ما الى ذلك، تمام؟ فاحنا حطينا الامور بتمشي ازاي. طب عادة لازم قبل الميتنج بقى ما يبتدي بناخد دقايق وراجعة للنقاط، تمام. يعني يا جماعه احنا النهارده بنتكلم عن 1 2 3 4، فلازم نراجع. احيانا بتلاقي ناس اول ما تخش الميتنج سلام عليكم ازيكم عاملين ايه، المفروض النهارده هنتكلم عن 1 2 3، خلاص هو حدد النقط اللي المفروض هنتكلم عنها، وده مش اكتر، تمام. يعني ما يقعدش بقى يحكي قصه، تمام، من دقيقتين، يعني ايه يعني دقيقتين، ما ينفعش ان هو يقعد بقى يحكي قصة ويقعد بقى يتكلم بشكل كبير بقى في نقط كتير وقصص بقى مواضيع، يقعد يحكي على المينتس دي في وقت طويل، والوقت يسرح، ما ينفعش أكتر من إيه دقيقتين، تمام. طيب المفروض بعد كده خلاص هو راجع بقى الموضوع وقال النقط اللي هيتكلم فيها إيه بشكل عام، بعد كده المفروض يقول المشكلة بشكل مبسط. انا دلوقتي المفروض ان احنا عاملين ميتنج النهارده عشان نراجع الشغل مثلا اللي حصل في اليو اي واليو اكس، تمام. طيب المفروض المشكله ببساطه ان احنا عندنا العميل بيخش مش بيعرف يتعامل مع الويب سايت،
خلاص هو خلاص شرح، وده مثلا لمسناه في الكيس بتاعت اخر مثلا الكامبين اللي كان فيه كلاينتس بتدخل وما بتخشش على الاد تو كارت عشان ما بتعرفش توصل ليها في الويب سايت. تمام، بعد كده لازم يكون في دوكيومنتيشن، تمام، لازم يكون في اثباتات. يعني انت لو داخل ميتنج لو داخل ميتنج من الحاجات المهمه قوي قوي ان انت يكون معاك دوكيومنتيشن فايل، ايا كان بقى سكرين بقى فايل بي دي اف ورقه مطبوعه ريبورت اي حاجه، لازم تكون انت داخل الميتنج وانت معاك الكلام ده. دي من الحاجات اللي بتحضرها للميتنج، ان انا لازم يكون معايا اثبات على المشكله نفسها. انا دلوقتي عندي مشكله، طب ايه بقى الدوكيومنتيشن بتاعها؟ يعني احنا دلوقتي الدوكيومنتيشن بتاعنا بيقول ايه؟ تمام والله، وي ده مثلا المفروض ان هو في مشكله معينه، فاحنا لمسنا ده في المشكله دي وعرفنا الامور فيها ايه. طيب الاسئله بقى، تمام، لازم تكون محدد اسئله تطرحها للنقاش، لازم يكون في اسئله تطرحها للنقاش. فاحنا المفروض بعد ما لقينا ان في مشكله في اليو اي واليو اكس، وده شفناه مثلا من التول بتاعت هوت جار، وبعد ما شفناه في التول بتاعت هوت جار في اخر كامبين، ده فيديو بيوضح من التول نفسها الامور اللي حصلت، خلاص جبنا الاثبات. فاحنا دلوقتي قاعدين بنسال سؤال اللي بتاع اليو اي واليو اكس، هنا المشكله دي ممكن نحلها ازاي؟ تمام، فخلاص احنا حددنا النقط دي، ونبتدي بقى ايه نتكلم بقى ايه بالنقاط بقى. بعد كده المفروض مناقشه، وبعد كده تمام الختام، خلاص احنا اتناقشنا وشفنا الامور في ايه، بعد كده الختام تمام والقرارات. طبعا الميتنج بقى ممكن يحصل وخلاص اتناقشنا في المشكله وشفنا الامور في ايه، طب مين بقى عليه ايه؟ يعني انت دلوقتي خلاص احنا حددنا الميتنج وبنحط الميتنج في بوينت والقصص دي، لازم ان يكون في الاخر في خانه للقرارات، احنا دلوقتي مين هيعمل ايه في ايه، او مين عنده ايه والقصص دي كلها. خلاص يا بتاع اليو اي واليو اكس، المفروض ان انت هتشتغل على ان انت تأديت على الديزاين، وهتفولو اب مع المفروض الميديا بينج، وهتفولو مع الكونتنت او بتاع الورد بريس مثلا. خلاص فاحنا حطينا البيانات كلها يعني لخصنا الامور كلها بشكل كامل وبشكل دقيق جدا، وحددنا الامور كلها بشكل كامل. طيب من الحاجات الاساسيه ان الناس بتبتدي تفقد تركيزها بشكل كامل بعد ساعه من الميتنج، يعني بعد ساعه الموضوع بيبتدي يخش في اطار كبير من يعني اطار كبير من التوهان، خصوصا لو الناس اللي قاعده ما عندهاش خبره كبيره وكفايه في البيزنس، وقادره ان هي تحكم على البيزنس بشكل كامل وقادره تفهم المشكله بشكل كامل، فهتلاقي الناس تهت منك جدا جدا وراحت بشكل فظيع في حتة تانية، وهتلاقي ناس نامت وناس عايزه تقوم تروح في اي حته والقصص دي كلها. تمام، فدي من الحاجات اللي المفروض انت تخلي بالك منها، او لما تيجي تشتغل عليها تبقى انت مخلي بالك ان الامور دي يعني بتمثل شغل مهم جدا، وتمثل شيء اساسي جدا، ان انت ما تحاول ما تعديش الميتنج عن ساعة، خصوصا لو انت مش في ميتنج 1 تو 1 او مثلا ميتنج 3 4. لا، كل ما الميتنج كان كبير، كل ما كان الميتنج عدده كبير، كل ما المفروض ان انت تقلل شويه في الاجزاء اللي ليها علاقه تقلل في الاجزاء اللي ليها علاقه بالعدد بتاع الناس. يعني انت خلاص قللنا بقى العدد بتاع الناس، عشان مش هينفع ان احنا نقعد بقى اكتر من كده، فخلاص احنا يا جماعه معانا مثلا من الساعه 1 زي ما قلنا لحد الساعه 2. تمام، طيب وكمان لما تيجي تنقي الوقت، حاول تنقي الوقت بتاع الميتنج في وقت يكون انت بتحافظ فيه على الاختلافات، يعني مثلا يكون من قبلها احنا محددين الامور دي كلها. وبعد كده المفروض ان انت بتبعت الاجنده دي، تمام، للايه؟ للناس اللي هتحضر معاك في الميتنج. يعني انا خلاص يا جماعه، قبل طبعا ما نخش الميتنج والكلام ده كله، تكون انت باعت الكلام ده، بعته بقى باي طريقه ايا كانت، بعته بقى بميل، بعته واتساب، بعته ايا كان، على حسب طريقة
على حسب طريقه ايه الميتنج. حاجه كمان مهمه، حاول تاكد على الميتنج قبلها بساعه مع التيم نفسه. يعني لو انت رايح ميتنج، تمام، حاول، تمام، حاول تاكد على الاجتماع قبلها بساعه وقبل ما تتحرك. تمام، انا دلوقتي عندي ميتنج المفروض انا عندي ميتنج المفروض في مكان معين، تمام. طب الميتنج ده، تمام، لازم ان انا احاول احضره وان انا مهم بالنسبه لي، ماشي، اوكي، ده شيء لطيف وجميل، لكن من الحاجات المهمه ان انت تحاول تخلي بالك ان الميتنج مهم قوي قوي قوي، ان انت تتاكد عليه قبل ما تحضر، تاكد عليه قبل ما تحضر، بحيث ان انت ما تروحش الميتنج وبعد ما تروح الميتنج تلاقي نفسك انت رحت ومش عارف الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي ومحدش موجود، طب الراجل اللي هحضر معاه فين؟ لا، ما هو ما جاش، اصل مش عارف ايه، وتلاقي نفسك ضيعت وقت على الفاضي. حاول ان انت تظبط ده قبلها بكتير. طيب كمان لو الميتنج المفروض ان هو لو الميتنج المفروض ان هو اوف لاين، تتاكد من اللوكيشن وتتاكد من الامور اللي ليها علاقه بميعادك هناك، تمام. طيب الامور بقى المهمه برضو اللي ليها علاقه باللوكيشن، لازم تكون حاسب حساب الطريق والمسافات قبل ما تروح الميتنج والكلام ده كله عشان الناس اللي بتوصل الميتنج متاخر. طيب من الحاجات بقى اللي ليها علاقه في الميتنج، تمام، مساحه مهمه للتعاون. يعني ايه مساحه مهمه للتعاون؟ يعني في حاجه كده كنا بنقول عليها اللي هي ليها علاقه بالكوربريشن سبيس، تمام، بنقول عليه كوربريشن سبيس اللي هو مساحه التعاون. ازاي؟ يعني انا دلوقتي بنتكلم في ديل معين ليه علاقه مثلا بمشكله اليو اي واليو اكس، خلاص انا دلوقتي ممكن اعرض عليك عرض معين ان انا بعد ما تخلص اليو اي واليو اكس تستلم مشروع تاني في حاجه تانيه، او مثلا بعد ما تخلص ده ليك عندي هديه معينه، انا مثلا بعد ما تخلص ده ليك مني حاجه مثلا تقدر تساعدك في الامور دي. كمان ممكن يكون مساحه التعاون بالمساعده، تمام، فاحنا بنقسمها هنا بالمساعده، تمام، ان انت المفروض ممكن هنا بالمساعده، خلاص، او ان انت هتخليها بالمكافاه، تمام، او بالتعاون. طبعا بالتعاون هنا بنقول ان انا هديك حاجه وانت تديني حاجه، بالمساعده ان انا بديك حاجه مش مستني منها مقابل، بالمكافاه كذلك. فلازم يكون في ما بيني وما بين اللي قدامي اديله مساحه لان هو ياخد القرار بتاعته، بياخد القرار بتاعه في ان هو يساعدني. يعني احنا دخلنا في الميتنج واحنا عندنا مشكله يا جماعه في اليو اي واليو اكس، فلازم نتصرف، ومين المسؤول عن الجزء ده، ونبتدي ان احنا نعدل الكلام ده. لا، ما ينفعش. طب خلاص، مين المسؤول؟ طب لقينا بقى ان الميتنج كله بيرمي على بعضه، وان خلاص حد بتاع اليو اي بيقول لنا المشكله مش عندي، وبتاع الويب بيقول المشكله مش عندي، فخلاص نبتدي بقى نطلع مقترحات التعاون اللي ما بيننا. انت دلوقتي هتاخد مثلا او هتحضر مثلا، هتاخد الجزء ده وتشتغل عليه، طب اوكي، لو انت اشتغلت عليه انا ليك مني حاجه، تمام، ومثلا هساعدك فيه وابتدي اشتغل معاك فيه وما الى ذلك. خصوصا بقى الناس المديرين، يعني ما ينفعش انا اكون مدير في مكان وشايف الموظف عنده مشكله، حتى لو مشكله سكيلز عنده مش قادر يحلها، مشكله تايم، مشكله، الا لما لازم احط ايدي معاه في المساعده، مش واجبي بس ان انا خلاص انا انت بالنسبه لي موظف وعندك مشكله ودخلنا ميتنج نحلها، فارميك بقى، خد بقى التاسكس دي وخد حلها ومعاك ديدلاين وعيش الخيال. ده ما ينفعش، لازم يكون في مساحه اساسيه للتعاون ما بينك وما بين الموظف، ما بينك وما بين اللي قاعد معاك في الميتنج، لازم يكون في مساحه تعاون. المساحه دي مهمه جدا، وبسبب ان المساحه دي ساعات مش بتبقى موجوده عند بعض الناس او في ميتنج، سواء الاثنين اللي قاعدين في الميتنج او الناس اللي قاعده في الميتنج مع بعضها، سواء ثلاثه او خمسه ايا كان عددهم، لو ما حدش منهم عنده مساحه التعاون دي مش هيقدر يخلق فرص لتكمله الميتنج واتخاذ قرارات فيه. يعني كل واحد، لو انا مسكت في كلامي وانت مسكت في كلامك، فخلاص الموضوع بالنسبه لنا كده اتخلق بدل ما هو ميتنج لحل مشكله، بقى مكان لان احنا مين اللي يطلع منصور
او منتصر في الميتنج وهو اللي كسبان. فلازم يبقى عندك يعني جيمز كده تقدر تلعبها في الميتنج، تمام. فلازم تشتغل على ده بشكل كبير. حاجه كمان لازم تخلق الجزء اللي ليه علاقه بالتواصل المستقبلي. يعني انا دلوقتي لو قعدت في ميتنج مع انفستور، لو انا قعدت في ميتنج مع صاحب شركه، قعدت في ميتنج مع مكان، ما ينفعش ان انا امشي وانا خلاص بالنسبه لنا احنا قعدنا في ميتنج وانا مشيت وانت مشيت والموضوع بالنسبه لنا انتهى. لازم يكون في واخد طرف معاك وانت ماشي وتسيب له طرف وانت قاعد. يعني مثلا احنا دلوقتي دخلنا في ميتنج علشان نشتغل على ديل معين. طيب قبل ما امشي بقول لك خلاص انا بالنسبه لي هراجع الامور اللي اتكلمنا فيها علشان نشوف القرار الصح ايه، والديسيجن هنا او قرار الميتنج هنا ان احنا نراجع بعض الامور، وهرد عليك يوم مثلا 5 الساعه 3 خلاص. فانا هنا سبت تكمله للميتنج، تمام. في تواصل قدام، ما ينفعش ان انا اخد خلاص خلصت الميتنج وخدنا فيه قرارات ان انا هشوف الامور بالنسبه لي دي هتمشي ازاي وهديسكاس الامور مثلا مع التيم وخلاص على كده. لا انا اوريدي هرجع ارد عليك يوم كذا وانت هترد عليا في النقطه دي يوم كذا، فيبقى في تواصل قدام. او ان انا كمان اقدر ان انا عندي ايفنت مثلا يوم الشهر مثلا الجاي، والشهر الجاي عندي مثلا ايفنت في شهر 12 والمفروض هنزل فيه، فممكن انت تبعت لي الكونتاكت بتاعتك بشكل كامل والكومباني بروفايل وما الى ذلك، بحيث ان احنا ازاي نقدر نتعامل في الجزء ده. فالموضوع ده مهم قوي 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 ان انت تطلع بيه في الميتنج. فمن الحاجات المهمه تطلع بالديسيشن، تطلع بتواصل او كونكشنز، تعمل تعاون او مكافآت على حسب الليفل بتاعك والليفل بتاع الشخص اللي انت بتتعامل معاه جوه ايه جوه الميتنج ده، على حسب مين انت بتتعامل مع، حد انت مدير عليه او حد هو مدير عليك، على حسب بقى انت طريقه التعامل هنا هتمشي ازاي. ما تقفلش الابواب خالص، يعني بلاش تقفل الابواب خالص. ودي بالمناسبه من الحاجات اللي انا كنت بعملها زمان وكان بتبقى فيها مشكله، اللي هو انا بالنسبه لي خلاص انا الميتنج انتهى وانا مش هقدر ان انا ادخل الديل ده وخلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى. فيما بعد مع الوقت بلاقي ان في امور، لا طب ما انا ممكن اخد الناس اللي كنت قاعد معاها في الميتنج ده من شهرين ثلاثه والمفروض ان انا ممكن اتعامل معاهم وهيفيدوني، بس احنا قفلنا الميتنج على كده والناس دي اصلا ما اعرفش فين ومش فاكراني ولا انا فاكره. فاوريدي احنا هنبتدي نعمل كونكشنز جديده ونبتدي نعمل كلام جديد، انما هنا لا الموضوع بشكل مهم. يعني حاجه كمان مهمة قوي في الجزء بتاع الميتينجز، ودي من الحاجات برضو اللي بتفسد الميتينج قوي قوي قوي، ما تلغيش كلام. يعني خلينا نقول اللي هو ايه، ما تلغيش كلام الحضور. يعني ايه ما تلغيش كلام الحضور؟ يعني واحدة من الميتينجز اللي كنت قاعد فيها وفشلت، ان كنا قاعدين بنتكلم في الميتينج ودخل حد من الناس اللي شغالين معانا وهو احنا قاعدين في الميتنج لغى كلام زميله وقال لا كل الكلام اللي بيقوله ده غلط، انا رايي او انا اللي انا شايفه كذا كذا، وان احنا نمشي ما نمشيش بالخطوات دي، احنا نمشي بالخطوات الثانيه. فهنا في مشكله بانت، تمام. في مشكله ان لا انت حتى لو انت عندك راي، لو انت عندك كلام، ما ينفعش تلغي كلام الشخص اللي بيتكلم التاني، حتى لو هو يعني هو كمان يعني زملاء. فما بالك بقى مش حتى هما اتنين قصاد بعض، لا هنا في مشكلة خلاص، هنا كده في مشكلة في الميتنج أو الديل ده مش هنقدر نتمه بسبب إن الناس دي أصلا مختلفة عن بعضها، فاللي هو وسلوكيا الأمور مش أحسن حاجة. فلا خلاص أنت كده الأمور يعني فيها شيء من من عدم الجدية وعدم الاستقرار في الكلام، لان انا دلوقتي لما بقول كلام بيزنس لازم انا اكون فاهم الكلام ده، وده حتى لو انا موظف صغير او انا حد لسه ما وصلتش للليفل ده، لو عرفت الكلام ده من دلوقتي قدام هيفرق معايا قوي، ان انا بدل ما افهم طبيعه الميتنجز بعد 3 4 5 ميتنج، لا انا اوريدي من اول ميتنج انا فاهم لعبه الميتنج بتمشي ازاي، تمام. فما تلغيش كلام الحضور،
يعني كلام الحضور ده ما تلغوش. انا احنا دلوقتي خلاص احنا قاعدين، فانت كده يعني ممكن تقول انا عندي كومنت وتقول الكومنت، تمام؟ انما ما ينفعش ان انت تلغي كده ايه الكلام بتاع الحضور ايا كان هو شخص او مجموعه، وتبتدي ان انت تشتغل على الامور دي، او تبتدي ان انت تشتغل على الكلام ده. فدي من الحاجات المهمة أوي. طيب إحنا خلاص عملنا سكادول للميتنج، عملنا بوينتس في ميتنج، وقعدنا وشفنا الأتيتيود بتاع الميتنج ماشي إزاي، ولازم يكون في كونكشنز ومساعدة وتعاون والأمور دي كلها، وعملنا ديسكشن في الموضوع وشفنا إزاي نقدر نطلع بالحلول. بعد كده بنخش في النقطة اللي ليها علاقة في اللي ليها علاقة أكتر بالإيه اللي ليها علاقة بقرارات الميتنج، تمام؟ القرارات هنا، تمام؟ لازم ما تكونش متضاربة، تمام؟ لازم تكون غير متضاربة. يعني ايه غير متضاربة؟ يعني مثلا ما ينفعش اقول خلاص بتاع اليو اي واليو اكس انت هتشتغل على الديزاين وتعمل له اديت، وانت بتاع الديفلوبر حاول تاديت في الكودينج. طب انا هاديت في الكودينج، والكودينج ده لو هو بيفكت مثلا في الهوم من بره، او في مش بيرفلكت على الباك جراوند، بيرفلكت على الصفحات الرئيسيه اوريدي. احنا ممكن نضرب ببعض، نضرب في بعض زي اللي هو انا هتلاقيني انا بعدل على حاجه، وانت كيو اي ويو اكس خلاص طلع عينك وقعدت ان انت تشتغل بقى على الجزء اللي ليه علاقه باليو اي واليو اكس، وتعدل. بعد كده جيت لقيت ايه بقى؟ لقيت ان الامور متلخبطه خالص. انا بعمل ديزاين في حته، وانت اصلا بتبني الويب سايت بحته تانية خالص. فهنا انت اوريدي ضربت الدنيا. وبعد كده ده بيخلي بقى ان انت مش بس ضربت الميتنج، وان الميتنج ما بقاش احسن حاجه، لا انت يعني انت بوظت الدنيا خالص، تمام؟ انت بوظت الامور بشكل كبير، والديسيشنز نفسها ما بقتش ايه ما بقتش كلير خالص، والامور ما بقتش احسن حاجه. فانت لازم وانت بتشتغل لازم القرارات تكون مش متضاربه، انا عارف مين بيمشي ورا مين، تمام؟ طيب حاجه تانيه، القرارات لازم يكون فيها اكشن بلان، تمام؟ القرارات لازم يكون فيها اكشن بلان. اكشن بلان دي بتتكلم في التايم، تمام؟ وكمان الناس اللي هم، تمام؟ خلينا نقول البيبول المفروض، او الناس اللي هي هتاخد القرارات دي. انا دلوقتي قلنا ان هنعمل اليو اي واليو اكس ونعدل معاه الكونتنت والكودينج. طيب مين اللي هيعمل ده وهيعمله امتى، والاكشن هتمشي ازاي؟ لازم أن يكون في اكشن بلان محطوطه للكلام ده. ما ينفعش ان احنا نمشي كده والمفروض ان احنا والمفروض ان احنا كده خلصنا خلاص وكل واحد عارف هيعمل ايه. طيب لازم يكون في تايم للموضوع، في مين هيلعب اي دور وهيلعبه امتى، تمام؟ مين هيلعب اي دور وهيلعبه امتى، والمفروض ان انت تخلص ده. وكمان في حاجه مهمه، وانت بتاخد الاكشنز دي، تمام؟ لازم وانت الاكشنز دي تراجعها مع الايه، مع الكلندر نفسها، تمام؟ مع ايه ريفيو، تمام؟ لازم تعملها مع ريفيو للايه، تعمل ريفيو للكالندر نفسها، تمام؟ تمام، لازم تعمل ريفيو في الكالندر، بحيث ان انت الامور بالنسبه لك تكون ماشيه بشكل مظبوط. انا عارف ان انا لازم الاكشن بلان تتناسب مع الكالندر اللي انا حطها، ما بقاش انا داخل بتكلم على اليو اي واليو اكس وانا اصلا خارج، تمام؟ الامور بالنسبه لي مش احسن حاجه، وبتكلم مع ان بتاع الكونتنت هيعدل في الكونتنت. طب بالنسبه بقى لليو اي واليو اكس اللي احنا اصلا كنا بنتكلم عنه، يعني ده ايه ظروفه، تمام؟ فلازم أن يكون في تايم لاينز محطوطه، ولازم أن يكون في اونر للموضوع، او بيبول، ناس معينه، جروب معين بيشتغل على الامور، بيشتغل على القرارات اللي احنا طلعناها، تمام؟ فلازم أن يكون في انت يا جماعه مسؤولين عن اليو اي، خلاص انت بالجروب بتاعك انتوا يا جماعه مسؤولين عن كذا. لازم يكون في اكشنز معموله والمفروض نشتغل عليها ونحطها. طيب بعد ما نخلص الكلام ده بنروح لمرحله ثانيه اسمها الميني، تمام؟ كويتشنز، تمام؟ الاسئله بقى
اللي احنا بنبتدي ايه نحطها. يا جماعه خلاص احنا خلصنا، في حد عنده اي سؤال عن اي حاجه، عن معلومه مش فاهمها، عن قرار احنا خدناه؟ اسئله بسيطه بسيطه، اسئله بسيطه بقى، مش اسئله تفتح نقاش في مواضيع احنا بقالنا نص ساعه ولا ساعه بنتكلم فيها وهنعيد تاني. لا، احنا عايزين اسئله عن حاجه مش مفهومه، مش عن حاجه نقعد نتناقش فيها وناخد فيها قرار مش مفهومه، اللي هو احنا خدنا قرار في حته معينه فانت مش فاهمه، اتكلمنا عن جزئيه معينه وانت نايم طول الميتنج جاي دلوقتي تصحى تسال فيه. ما ينفعش، احنا دلوقتي بنتكلم عن اسئله بسيطه والله. طب احنا دلوقتي هنتعامل ازاي؟ هنكونكت ازاي؟ خدوا ارقام بعض، تمام. طب احنا دلوقتي خلاص التايم لاين ده هنسلمه باي ميل ولا ايه؟ فاحنا بناخد الايه اللايت كويتشنز كده او الاسئله الصغيره عشان ان احنا نقدر فعلا نتراك الامور دي. ما ينفعش ان احنا ناخد اسئله كده ونقعد بقى نحكي بقى في اللي احنا كنا عاملين نحكي فيه بقالنا ساعه، لا ما ينفعش. لازم ان احنا نشتغل على الامور دي ونحددها بشكل كامل، ان دي مش امور بس خلاص احنا خلصنا ويلا كل واحد خد. لا، لازم نشوف الايه الكويشنز بعد كده. اخر حاجه المفروض بيكون في حاجه اسمها مينتس اوف ميتنج، تمام. المينتس اوف ميتنج، تمام، اللي هو ايه كل القرارات والمعلومات عن الاجتماع، تمام. يعني احنا دلوقتي احنا طلعنا بقرارات معينه وطلعنا بانفورميشن معينه، فلازم دي تكون معروفه بقى، تمام، تكون معروفه. خلاص يا جماعه احنا حطينا قرارات معينه، بتبتدي ان انت تبعتها لكل الناس اللي موجوده بحيث ان انت تطلع بده. حاجه بقى مهمه قوي 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 لازم ان انت تخلي بالك منها، تمام. اكتب في الاجتماع، اكتب. ما ينفعش ان انت يبقى انت قاعد في الميتنج وقاعد بس مستمع والدنيا بالنسبه لك خلاص انا عرفت يا جماعه انتوا بتقولوا ايه وخلاص. لا يا جماعه، انت لازم تكتب. ما ينفعش ان انت تبقى قاعد والامور بالنسبه لك والامور بالنسبه لك انت فاهم بس ما بتكتبش، تمام. وبعدين تمام، فلازم انت تكون ايه بتكتب. يعني من الحاجات ايه المهمه بقى، انت لازم تكون قاعد بتكتب، تمام. ما ينفعش ان انت تبقى انت شغال والامور بالنسبه لك متابع وانا خلاص انا كده تابع. لا، انت لازم تبقى انت قاعد بتكتب علشان تبقى انت فاهم الامور بالنسبه لك ايه ماشيه ازاي. ما تبقاش انت قاعد في الميتنج والامور بالنسبه لك واضحه وتخرج من الميتنج الامور بالنسبه لك ما فيش اي حاجه انت فاهم. بعد ما تاخد ده تبتدي تحوله لتاسكس على التايم لاين بتاعك، تبتدي تاخد عليه اكشنز وتبعت الايه المين بوينت اللي انت وصلت لها عشان تبقى انت كده بالنسبه لك الامور كلها واضحه وعرفت توصل لايه والامور بالنسبه لك مشيت ازاي. طيب خلينا كده نراجع سريعا من كل الكلام اللي احنا قلناه. عشان تعمل ميتنج صح لازم انت تكون انت شغال على ميتنج اوبجكتيفز، محدد المشاكل اللي انت داخل الميتنج تحلها، محدد النقط اللي انت عايز تتكلم فيها في الميتنج، محدد كمان مين الناس اللي هتكون موجوده، ومحدد الموضوع اللي هتتكلموا فيه والهدف اللي انتوا عايزين توصلوا ليه وهتوصلوه ازاي وباني طريقه في الكونكشنز بتاعتكم جوه الميتنج. كمان لما تيجي خلاص حددت الاوبجكتيف وبتحدد الخطوه الثانيه الكالندر وتبعت على الميتنج، لازم تكون انت محدد بدايه ونهايه الميتنج من الساعه كام للساعه كام، سواء بي ام او اي ام، وبالسيتي اللي انت محددها عشان لو بتكلم ناس بره مصر او بره المدينه اللي انت فيها او بره الدوله يبقى معروف. كمان محدد التاريخ، وكمان لما بتحدد اشخاص بتحدد البوزيشن عشان تقدر ان انت تكون عارف امتى هتاخد ديسيشن معاهم في الميتنج ولا لا، ومعدل الديسيشنز اللي هتاخده والقرارات اللي ممكن تاخدها هتكون ايه. كمان ما تحددش ميتنج في نفس اليوم، لا لازم يكون الميتنج قبلها بيوم، قبلها بثلاثه اربعه، ما ينفعش ميتنج يتحدد في نفس اليوم الا لو هي حاجه ايرجنت جدا فاوريدي احنا محتاجين نقعد بشكل سريع عشان نلحق المشكله اللي حصلت دي دلوقتي، تمام. طيب بعد كده لازم بتعمل البوينتس اوف ميتنج، النقط اللي هنحطها. احنا هنراجع مثلا ديزاينز، هنراجع بادجت معينه، هنعمل اديت على حاجه معينه، فلازم يكون في بوينت معينه محطوطه وتتقري قبل بدايه الميتنج.
لازم يكون في دقايق عشان اراجع النقط بتاعت الميتنج والمشكله، نشرحها بشكل مبسط عشان الناس اللي ما كانتش فاهمه المشكله او عندها اختلاف في وجهات النظر. ولازم قبل ما تخش الميتنج يكون معاك اثبات على الميتنج او مستندات هتستخدمها جوه الميتنج ايا كانت ايه هي. لازم يكون عندك كويشنز معينه عايز تطرحها للنقاش عشان تقدر تلين الميتنج بشكل تمام. ولازم بعد ده بيحصل ايه الديسكشنز وبيحصل مناقشات وتحط الختام بتاع الميتنج والده سيشن. حاجات مهمه جدا قبل ما تتحرك للميتنج، لو الميتنج اوف لاين مش اون لاين تتاكد ان فعلا الميتنج في ميعاده قبل ما تتحرك بساعه على الاقل. وكمان لازم يكون انت سايب جوه الميتنج سبيس للتعاون، تعرض التعاونات بتاعتك او تعرض مساعدتك او ان انت توعد بمكافآت معينه على حسب الليفل المانجيريال ليفل بتاعك ووجودك جوه الميتنج نفسه. لازم قبل ما تقفل الميتنج او قبل ما تمشي من الميتنج يكون في فيتشر كونكشنز ما بينك وبين الناس دي عشان لو احتجتهم في حاجه فيما بعد، حتى لو هم زملاء معاك في نفس المكان لازم ان انت يكون في كونكشن ما بينك وبينه. حاول على قد ما تقدر ما تلغيش كلام حد اتقال في الميتنج او تيجي على حد جوه الميتنج ان انت تقول تعترض على كلامه. انت بدل ما تقول انا معترض على الكلام ده تقول انا عندي كومنت عن الموضوع ده، وما تشخصنش جوه الميتنج بشكل كبير. هي كمان لازم ان القرارات اللي بتتاخد ما تكونش متضاربه، الناس ما تشتغلش ضد بعضها او تشتغل شغل يلغي بعضها. يعني انا اشتغلت شغلانه وحد تاني بنى في حته تاني فما يقدرش يتقابل. لازم القرارات ما تبقاش ايه متضاربه، والقرارات اللي تتحط لازم يكون ليها اكشن بلان تتناسب مع الكالندر اللي احنا حاطينها ويتحط لها تايم لاين، وكمان اونرز مين الناس اللي هتنفذ ده بشكل كبير. قبل ما نقفل الميتنج بعد القرارات بناخد الاسئله البسيطه اللي ما ترجعهاش الميتنج تاني اللي مناقشات الميتنج، لا اسئله عن القرارات اللي اتخذت او في معلومات ناقصه عند حد بحاجه معينه. بعد ما الميتنج ينتهي خلاص وكل واحد راح يشوف شغله بنحط حاجه اسمها مينتس اوف ميتنج بحيث ان القرارات دي يكون ليها فولو اب، والناس اللي كانتش حاضره او الناس اللي كانت حاضره تقدر تشوف الكلام ده مكتوب ويكون كلنا عارفين المينتس اوف ميتنج ايه بناء على القرارات والمعلومات دي. كده كل حاجه لها علاقه بان احنا نقدر نطلع ميتنج ناجح سواء في الماركتنج او في البيزنس بشكل عام.